عندي ربعة الوليدات ومجوجة، ودابا انا في هذا الوضع الحجر الصحي، يعني كنت خدامة وجاتني واحد الأزمة ديال العصاب طحت عليها توقفت. دابا انا ما عندي لا يد اللي يقدم لي مساعدة، وتنطلب من الله والمحسنين والله ينصر سيدنا يعاونوني. راني في أزمة بزاف، يعني واحد أزمة ما توصفش ومشكل. كان نشرب الدواء يعني باش كنرتاح، ما كنعش لا ليل لا نهار، وجاتني ازمه نفسيه يعني ما عمري ما جلست في حياتي، ديما خدامه، ولكن جاتني في الدورة بتقصحت بزاف والله غال. ما عندي لا حني الله يرحمنا يمد لي يد المساعده، الراجل ما خدامش ليا، البنت حتى واحد ما عندي اللي يعاوني، انا اليد اليمنى ديالهم اللي باش كنوكلهم ونشربهم. ودابا غير الله تنطلب الله جل الملك الله ينصر ويحفظ لي وليداتو والمحسنين الله يلطف بهم، قلوب الرحمة يعاونوني غير شوية. راني مأزمة يعني ماديا ونفسيا، انا لما كنعش ديما مريضة وما كنرتاحش، عندي العصب في الدم ومشكل. كندير ميديكامو باش كنعس، يعني تصورو حتى السبع العشرة عاد كنعس، وما جات هاد المشكل ديال الحجر الصحي ما عندي فين ندق البيبان اللي يتحلو لي باش نخدم. هاد الساعة الغالب الله تنطلب الله ينصر سيدنا تعاونوني باش ما سخط المحسنين. هادشي اللي كنطلب وكنترجى، هادي اسماء وغادي تعدي، وتنطلب الله يلطف من هاد الوباء، والله يجعل ربي يرحم الموتى ويحفظ المسلمين كاملين جميعا. وهادشي اللي تنطلب الله ينصر سيدنا، هادشي اللي كنطلب، ما كنطلب حتى حاجه، كنطلب هي باش ناكل انا وليداتي. يعني ازمه ما عرفتش فوقاش تعدي، وانا راني مازمه يعني نفسيا وماديا الله غالب. هادشي اللي نقول لكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.